السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتنا على اليوتيوب، الصفحة الرسمية للأستاذ خلفه. إذا ونظرا لطلب الكثير من تلاميذ السنة الرابعة متوسط الخطوات الضرورية لإنجاز الرسومات البيانية بشكل صحيح، فإننا قد خصصنا هذا الفيديو لإنجاز ذلك. لكن وقبل ذلك أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الرابع سالم، ذلك لما قدمه من مساعدة لنا من خلال هذه الرسومات الموضحة التي سوف نوضحها، وهذا بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قبل أن نبدأ في معرفة الخطوات الضرورية لإنجاز الرسومات البيانية، علينا أن نعرف المراحل التي سوف نتطرق إليها. أولا علينا أن نعرف كيف ننجز المنحنى البياني، ثم الأعمدة البيانية، وبعدها الدائرة النسبية، ثم بعدها الرسم البياني المناخي وهو الذي يخطئ فيه الكثير من التلاميذ، ثم المدرج التكراري، وأخيرا وهو عنصر مهم كذلك، كيفية التعليق على الرسومات البيانية بشكل صحيح. بداية علينا أن نعرف طريقة الاستعمال وكذلك الأدوات الضرورية في كل رسم من الرسومات البيانية. فبالنسبة للرسم الأول وهو المنحنى البياني، فالمنحنى البياني من الأمور الضرورية فيه أو أدوات العمل في هذا المنحنى. علينا أن نحضر الممحاة وكذلك قلم الرصاص وكذلك الكوس والمسطرة، وهي أمور بديهية كما يعرفها الكثير من التلاميذ، لكن فقط نركز هنا على هذه الأدوات لأنها مهمة في رسم المنحنى البياني. أول مرحلة من المنحنى البياني نبدأ بها هي مرحلة رسم المحاور، حيث نقوم برسم المحور الأفقي والمحور العمودي. لكن قبل ذلك علينا أن نشير إلى أن هناك مثالا على ذلك، هو جدول يمثل تطور إنتاج الحبوب في الجزائر بين سنة 2000 إلى 2017، وهنا الوحدة كما هي موضحة بالمليون قنطار. لدينا السنوات ولدينا الإنتاج. قبل أن نكتب مباشرة هذه في المنحنى، علينا أن نضع محورا عموديا وآخر أفقي، ثم المرحلة الثانية نقوم بتدريج المحاور 1 سنتيمتر تقريبا، 1 سنتيمتر لكل محور من المحاور. المرحلة الثالثة هي من أهم المراحل كذلك، حيث نعتمد على المعطيات من خلال تطبيق المقياس. لدينا هنا المقياس يمثل 10 مليون قنطار من إنتاج القمح، يقابله 1 سنتيمتر، واثنان أو سنتين يقابلها 1 سنتيمتر. فقط للإشارة، دائما السنوات تكون في الأسفل، أما المعطيات الأخرى فتكون دائما في المحور العمودي. لذلك نقول السنوات هي الثابت والمعطيات التي بعدها هي المتغير. المرحلة الرابعة التي بعد تطبيق المقياس، إذن هو كما هو موضح هنا، 1 سنتيمتر يقابله 10 مليون قنطار، نمثلها دائما، ننتقل من 10، 20، 30، 40، 50 إلى غاية آخر معطيات حسب ما هو موضح. نرى أكبر قيمة هنا، مثلا لدينا 60، نضع القيمة التي بعدها وهي 70. كذلك بالنسبة للسنوات، ننتقل بسنتين تقريبا من 2000 إلى سنة إلى تقريبا 2020. لماذا؟ لأن آخر سنة هنا هي 2017. ننتقل الآن إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة مهمة كذلك، علينا أن نجد نقاط التقاطع. فمثلا هنا سنة 2000 كانت هناك 26 مليون قنطار، فنضع نقطة التقاطع هنا كما هو موضح هنا. لماذا بدأنا؟ لأنه في الجدول لا يظهر من الصفر. إذن سنة 2000 كانت هناك تقريبا 26 مليون قنطار، وهكذا المراحل التي بعدها. سنة 2005 كانت 30، ثم المرحلة التي بعدها إذن نضع
نقاط التقاطع بواسطة الكوس، ثم المراحل التي بعدها كذلك سنة 2008 وإلى غاية 2017 كما هو موضح أمامنا. إذن 2011، 2015، ثم التي بعدها إلى غاية 2017. إذن هذه تقريبا طريقة سهلة لإنجاز المنحنيات البيانية. ثم نقوم في المرحلة التي بعدها، في آخر مرحلة نقوم بماذا؟ نقوم بوصل النقاط فيما بينها، بمعنى الرسم المنحنى. هنا طريقة رسم المنحنى من الأفضل تكون باليد، بمعنى نصل بين نقطة وأخرى. إذن نقوم بالوصل بين النقاط، ثم نقوم بكتابة البيانات، بمعنى أن البيانات المهمة هنا هي العنوان وكذلك المقياس الذي يكون في الأسفل على جهة اليمين، ونكمل كذلك كتابة المعطيات الأخرى السنوات والمعطيات الأخرى إنتاج الحبوب، ونضع الوحدة. ننتقل الآن إلى الأعمدة البيانية. الأعمدة البيانية كذلك من الرسومات البيانية. من خطوات العمل فيها، أدوات العمل هي تقريبا نفسها في المنحنى البياني، لكن نضيف لها الألوان. لماذا؟ لكي نفرق بين عمود وآخر. كما تظهر أمامنا هنا جدول يمثل نسبة المساحة وكذلك نسبة السكان للمناطق الثلاث: الشريط الساحلي والمنطقة الداخلية وكذلك الصحراء. الخطوة الأولى دائما رسم المحاور، ثم نقوم برسم المحور الأفقي والمحور العمودي، ثم الخطوة الثانية نقوم بتدريج المحاور دائما 1 سنتيمتر لكل محور، أو ننتقل ب1 سنتيمتر. ثم الخطوة التي بعدها نقوم بماذا؟ نقوم بتطبيق المقياس. دائما قلنا المقياس يكون من المعطيات التي تمنح للتلميذ. إذا 1 سنتيمتر يقابلها 10%. إذا ننتقل 10، 20، 30 إلى غاية آخر معطيات حسب الجدول الموضح. لدينا هنا نسبة السكان، إذا نسبة السكان توضع في هذه الجهة. ثم نقوم برسم الأعمدة البيانية. نبدأ أولا بالمنطقة الأولى، هي منطقة الشمال. نقوم برسم العمود الأول الذي هو 1.7 تقريبا، ثم العمود الثاني، ثم العمود الثالث إلى غاية آخر مرحلة. إذا كما هو موضح 1.7 مثلناها هنا، ثم النسبة هي 39 مثلناها هنا. هذا يخص الشريط الساحلي، المنطقة الشمالية. وكذلك نترك فراغ هنا، نترك فراغ ونمثل المنطقة الثانية هي المنطقة الداخلية، ثم نترك فراغا آخر ونمثل المنطقة الثالثة هي منطقة الصحراء إلى آخر عنصر كما هو موضح هنا، إلى غاية آخر منطقة هي منطقة الصحراء. المرحلة التي بعد هذه المرحلة نقوم بماذا؟ نقوم بتلوين المحاور أو بتلوين العناصر. مثلا المساحة نلونها باللون الأحمر، ثم نعم دائما باللون الأحمر المساحة في المنطقة الشمالية والمنطقة الداخلية وكذلك المنطقة الصحراوية. ثم باللون الأصفر نقوم بتلوين نسبة السكان كما هو موضح هنا. إذن مثلنا المساحة باللون الأحمر ومثلنا نسبة السكان باللون الأصفر، وتركنا فراغات بين مدرج وآخر فقط لنفرق بين منطقة وأخرى. المرحلة التي بعدها نقوم بكتابة البيانات. ما هي البيانات؟ هي العنوان وكذلك المقياس، وأمر ضروري هنا لا ننساه وهو المفتاح. فمنطقة الشريط الساحلي نكتبها تحت الأعمدة، ثم المنطقة الداخلية، ثم المنطقة الصحراوية، ونقوم بوضع بيانات نسبة المساحة باللون الأحمر،
نسبة السكان باللون الأصفر، ثم نضع العنوان وهو رسم بياني لتوزيع السكان في الجزائر، وكذلك لا ننسى المعطيات الأخرى الضرورية. ننتقل الآن إلى العنصر الثالث من الرسومات البيانية، ألا وهي الدائرة النسبية، وهي كذلك من المهمات في الرسومات البيانية. دائما مع خطوات العمل وأدوات العمل، فقط الدائرة النسبية تحتاج إلى المنقلة لتحديد الزوايا، بالإضافة إلى المدور وأدوات أخرى نجدها في المنحنى البياني وكذلك الأعمدة البيانية. لدينا هنا مثال جدول يمثل توزيع سكان الجزائر حسب الفئات العمرية. لسنة 2015 أقل من 15 يمثل 28، وهكذا إلى غاية أكثر من 60%. نبدأ أولا مع المرحلة الأولى، وهي كيفية حساب هذه المعطيات. العمليات الحسابية هذه تتمثل في تحويل النسب المئوية إلى زوايا. كيف؟ من خلال العملية التالية. لدينا بالنسبة لتمثيل الدائرة، إذا كانت دائرة كاملة نمثلها كالآتي: القيمة الجزئية. ما هي القيمة الجزئية؟ هو الرقم الذي يعطى في كل خانة من الخانات في 360. ماذا تمثل 360؟ هو قطر الدائرة ككل على 100، وهي النسبة المئوية. أما إذا كانت نصف دائرة فنفس المعطيات لكن 180. لماذا 180؟ لأنه نصف دائرة. لكن هناك طريقة سهلة لإنجاز هذه العملية الحسابية باختصار، فنقوم بضرب هذه المعطيات أو القيمة الجزئية مباشرة في 3.6. كيف تحصلنا على 3.6؟ قسمنا 360 على 100، هذا لاختصار الوقت، أو 1.8 وهي نفسها 180 قسمة 100 لاختصار الوقت، بمعنى نضع 28.8 في 3.6 تخرج لنا نفس المعطيات التي نقوم بقسمتها هنا. وننتقل هنا كما هو موضح، 28 في 3.6، 3.6 هذه هي المعطيات التي قمنا بحسابها، و 28.8 هي النسبة التي وضعت في الجدول، وتخرج أمامنا المعطيات أو درجة كل زاوية 103 و225 و31.32. ونبدأ في عملية تطبيق ورسم الدائرة. المرحلة الأولى هي عملية رسم الدائرة، نضع نقطة في الوسط لتحديد المنتصف، ثم نقوم بواسطة المدور برسم الدائرة كاملة، ثم بعدها ننتقل إلى العنصر الآخر وهو رسم نصف القطر. لماذا نصف القطر؟ لتحديد نقطة البداية. إذن نقوم برسم نصف القطر. المرحلة التي بعدها هي مرحلة مهمة من خلال تمثيل الزوايا. كيف نمثل الزوايا؟ لدينا هنا الزوايا، بما أنه قمنا بحسابها نمثلها مباشرة بواسطة المنقلة. إذن نحدد الزاوية الأولى، مثلا الزاوية الأولى هي 103، إذن 103 نقوم بوضع خط هنا، ثم نقوم برسم هذه الزاوية. إذن نرسم هذه الزاوية كما هو موضح أمامنا، ونقوم كذلك برسم الزاوية الثانية وإلى آخر زاوية، وهي 1 أو 225، باعتبار أنه هي تقريبا هي أكبر زاوية هنا. ثم نقوم بالمرحلة التي بعدها، نلون هذه الزوايا. إذن نقوم بتلوين الزوايا من الداخل. إذن نقوم بتلوين هذه الزوايا، مثلا هذه باللون الأحمر، والأخرى باللون الأصفر، والأخرى مثلا باللون الأخضر. هذه هي المرحلة التي بعدها. المرحلة المهمة الأخرى هي كتابة البيانات. كما هو معروف هي العنوان، أو قبل ذلك نكتب داخل الزاوية ماذا تمثل، أقل من 15 سنة، ونمثل نسبتها كذلك.
ثم الزاوية التي بعدها وانتهاء بآخر عنصر. لكن هناك طريقة أخرى، يمكن أن نكتب هذه المعطيات خارج الدائرة، بمعنى نضع مفتاحا باللون الأحمر أو مربعا صغيرا باللون الأحمر أنه يمثل أقل من 15 سنة و28% بين قوسين وهكذا، ويمكن كذلك وضعها داخل الدائرة. إذن نكتب هنا توزيع السكان حسب الفئات العمرية، ولكن نقول دائرة نسبية تمثل توزيع السكان حسب الفئات العمرية في الجزائر لسنة 2015. إذن ننتقل الآن إلى الرسم البياني المناخي، وهي مرحلة مهمة يغفل عنها الكثير من التلاميذ، لأنها سواء لصعوبتها أو نظرا لأنها لا تدرج كثيرا في الأسئلة المقترحة في الامتحانات. إذن خطوات العمل كما هو معروف، لدينا أدوات العمل المسطرة وغيرها من الأدوات الأخرى، ثم ننتقل إلى عملية التطبيق. قبل ذلك علينا أن نشير إلى أن هناك جدول يمثل متوسط درجة الحرارة وكمية التساقط الشهرية. لدينا إذن هنا درجات متوسط الحرارة وكذلك التساقط، نمثل ذلك بمحور أفقي وآخر عمودي، لكن يختلف الرسم البياني المناخي بأنه نضع له محورين عموديين كما هو موضح الآن. إذن هذا المحور الثاني، هذا هو المحور الأول وهذا هو المحور الثاني. إذن كما هو موضح، الطريقة أو المرحلة الثانية هي تدريج المحاور كما هو معروف، لكن هنا نضع 0.5 فقط للمحور الذي هو في الأسفل 0.5، أما هنا فواحد سنتيمتر تقريبا، ونكمل التدريجات إلى النهاية. إذن مقياس التساقط يمثل 1 سنتيمتر ل20 مليمتر، 20 مليمتر هي تمثل التساقط، وأما 10 سيلوس أو ما يسمى بالحرارة مقياس الحرارة فهي التي تمثل درجة الحرارة. إذن الحرارة من هنا 10 سيلوس، وكذلك لدينا 20 مليمتر تمثل درجات الحرارة من الجهة الأخرى. إذن ننتقل 20 تكون بهذه الطريقة، 20 40 60 إلى غاية آخر عنصر، وكذلك من هنا 10 20 30 40 إلى آخر عنصر كما هو ممثل هنا. ثم نضع دائما الأشهر في الأسفل ونبدأ في رسم. أولا نمثل التساقط، لأنه هنا كما هو موضح في شهر جونفي كان تساقط 22، إذن نمثل تساقط بمدرج تكراري كما هو موضح، العمود الأول ثم العمود الثاني ثم إلى آخر عمود إلى غاية شهر ديسمبر كما هو موضح أمامنا، شهر جوان شهر جويلية وإلى آخر شهر وهو شهر ديسمبر بنفس الطريقة، بمعنى نتبع المعطيات الموضحة في الجدول بدون عمليات حسابية أو عنصر آخر. إذن هذه هي أحسن طريقة لرسم هذا الرسم البياني المناخي بسهولة إلى غاية شهر ديسمبر. ثم ننتقل الآن إلى تمثيل، أو قبل ذلك نلون هذه العناصر ونمثل بعدها درجات الحرارة. يتم تمثيل درجات الحرارة بمنحنى بياني بنفس الطريقة التي مثلنا بها المنحنى البياني إلى غاية آخر شهر وهو شهر ديسمبر، ثم نقوم بالوصل بين هذه النقاط كما فعلنا في البداية مع المنحنى البياني. بعدها نقوم بكتابة البيانات والمعطيات، رسم بياني يمثل متوسط درجة الحرارة وكمية التساقط الشهرية لمدينة المسيلة كمثال، هنا مدينة المسيلة، ونقوم كذلك بتحديد المعطيات الأخرى درجة الحرارة وكذلك التساقط، ونضع الوحدة لأنها مهمة في أي رسم من الرسومات البيانية. فقط بالنسبة للمدرج التكراري فهو تقريبا نفسه كالأعمدة البيانية، لكن فقط المدرج التكراري تكون الأعمدة مترابطة. وهنا طريقة سهلة للتعليق على الرسومات البيانية لأنه عنصر مهم كذلك،
وغالبا ما يطرح في امتحانات الشهادة. فالخطوات الضرورية هي وضع موضوع للرسم البياني، بمعنى رسم بياني ونضع له موضوعا، ثم أكبر وأصغر، ثم تفسير الظاهرة، ثم نتيجة عام. إذا نشرحها من خلال هذا الرسم الموضح أمامنا. هنا كيف نعلق على هذا المنحنى؟ نقول منحنى بياني يمثل تطور إنتاج الحبوب في الجزائر بين سنتي 2000 إلى 2017. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية التي ذكرناها، وهي مرحلة أكبر وأصغر. فنقول حيث نلاحظ أن أكبر نسبة كانت سنة 2000 مثلا وعشرة بستون أو 61 مليون قنطار، وأقل نسبة كانت سنة 2008 بتقريبا 21 مليون قنطار كمثال فقط. ثم آخر عنصر أو قبل الأخير، وهو تفسير الظاهرة، وهذا يعود لتذبذب التساقط ونتائج أخرى، وهذا يعود لتذبذب التساقط وكذلك عدم الانتظام في الزراعة للحبوب وغيرها من النتائج الأخرى. إذن موضوع الظاهرة، ثم أكبر وأصغر المعطيات في الظاهرة، ثم تحليل وتفسير الظاهرة، والخروج بنتيجة نهائية في هذا المنحنى، وهو أن الجزائر لا تحقق الاكتفاء الذاتي نظرا لتذبذب الإنتاج. وفي الأخير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح، لذلك فقط فضلا وليس أمرا حاولوا مشاركة هذا الفيديو لكي يستفيد زملائكم في الصفحات والمجموعات التربوية التعليمية الأخرى.